بسم الله. دلوقتي لو انت عايز تدخل في الفول سكرين ممكن تدوس اف 11. لا انت دخلت فول سكرين اف 11 تاني تخرج من فول سكرين او من هنا اهيت، او تدوس هنا رايت كليك وتقول له فيو بوينت وهتلاقي فول سكرين. عندي حاجة اسمها سبريت فيو لو انت عايز اكتر من فيو عشان تبقى شايف مثلا موجودين في نفس الوقت، فبقول فيو سكرين، بيقول لي عايز تقسمهم فيرتيكال ولا هوريزونتال، فبقول له مثلا بالشكل دوت يبدأ يقسمهم لي. طيب بعد كده لو انا عايز اطفي واحد فيهم اعمل ايه؟ هقول له شو تايتل بارس، ممكن اقفل دوت او ممكن تثبته لو انت حابب. الباك جراوند تقدر تخلي الباك جراوند لون واحد بالشكل دوت، او تديها تطرق بين لونين، تقدر تختار الالوان اللي انت عايزها، او ممكن حاجة بالشكل دوت اكتر من لون، حسب انا عندي جراوند وعندي سكاي كولر. لما ابدأ احرك الشكل بتاعي يبدأ يظهر عندي في ارضية وفي التدرج لوني برضو هنا. وين سايز دي لو انت مش عايز تاخد الشاشة كلها، ممكن انت عايز تصغر شوية، تمام. هي الافضل طبعا ان انت تاخد الشاشة كلها، يعني مش عارف تحوش لمين.